السلام عليكم، مساء الخير للجميع. اليوم عندنا معلومة أبيكم تنتبهون لها بشكل جيد، تنتبهون لها بشكل جيد. ما ودي أطول عليكم لكن انتبهوا له، لأن نبتة سامة وضروري يعرفها الكل. طبعا بالخط أنا ماشي، لكن اللي قدامكم الشجرة اللي قدامكم دققوا عليها، إن شاء الله ألقى واحدة كبيرة يكون فيها أزهار. هذه الشجرة اسمه بيني وبينها الشبك، الغلقة. الغلقة كانت قديما تستخدم للدباغة المرطى الشعر لتخليص الجلد من الشعر إذا صاروا يبونه قربة ما بجاعد. طبعا تعتبر من النباتات السامة القوية وتنبت بين البيوت، والآن كثرت بالمناطق الحجرية، خاصة منطقتهم حجرية ومحمية، في تنبت بشكل كثير. شوف الحلال بدأ يأكل منها الآن، قديما غير رعوية ويعني ورقتها قلبية. المادة السمية هي بهذه بالمادة الحليبية هذه. طبعا هذه زهرته اسمها الغلقة، الشرذي من أيام العرب قديما، يعني اسم عربي فصيح صحيح اسمها الغلقة، لأنها كانت تستخدم للتسميم وبعض الأشياء. النقطة المهمة اللي عندي له جراوة، شفتوهن له ثمرة جراوة. وين النقطة المهمة؟ الجراوة هذه تشبه جراوة شجرة العتر. العتر شجرة مأكولة الثمر ومقبولة الطعم، في خلطون الناس بين الثنتين، في خلطون الناس بين الثنتين ويأكلون ذي، وحصل قصص تسمم بسبة الكلام هذا. فالأفضل لا تستخدم ولا تأكل شجرة من شجرة أو تشرب من شجرة إلا أنت متأكد. هذا يتوهن صغار، جراوته صغار مرة إلى الآن، يكبر أكبر من كذا، ولكن هذه شجرة الغلقة السامة السمية. طبعا بل أنا غصن السمية بهينها، شفتوها هذه المادة فيها لزوجة، ومشهورة هذه. عندنا نباتات سامة كثيرة فاحذروا منها، أو أكل هذولي على أنه من نبات العتر، وإن شاء الله تكبر ونصورها بشكل أوضح. ثمارة زهرتها جميلة، ما أدري عاد عن زيارة النحل له، والله ما جربته، لكن هذه شجرة الغلقة تلقاه بالأماكن ومحاجر المياه وحول الخطوط والطرق، متسلقة. شوفوا تلتوي على بعضها، شوفوا شكلها كيف تلتوي غصن على غصن حتى تقدر ترقى. وهي من نباتاتنا البرية المحلية الأصلية الموجودة عندنا. شجرتها طبعا زهر ورقتها، طبعا شوفوا شكلها قلبية قلبية، شفتوه. أحذر من استخدام النباتات بدون علم، والله أعلم. وشكرا لكم جميعا. طبعا تغسل يدك بشكل جيد بعد لمسة، لأنك ممكن تلمس عينك تلمس أفمك، لكن أهم شيء العين، العين الحذر منه.